بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد مشيت يا شباب في الفيديو ده هنكمل كلامنا اللي كنا ماشيين فيه في القصة بتاعة الـ Compliance Management. احنا شفنا الحتة بتاعة الـ Employees is Cover and Hold، ولسه هنتكلم عنها تاني. واحنا بنتكلم عن Single Item Recovery بمشيئة الله، واتكلمنا عن الـ Auditing. هنتكلم عن الحتة بتاعت Data Loss Prevention. Data Loss Prevention Data Loss Prevention feature القوية والكويسة جدا في الإكسشينج، اللي بتمكنني إن أحمي الـ Environment بتاعتي من إن حد من جوه الـ Environment يبعت داتا مهمة في أي ميل من الإيميلات. بمعنى إن مش عايز مثلا أرقام فيزا تكون انكلودد في اي ميل. اي واحد يجي يبعت ميل، يجي يعمل نيو ميل كده ويكتب فيه هنا رقم فيزا ايا كان رقم، يعني anyway ما تبعتش. او اعمل رول ان لو حد بعت رقم فيه رقم ميل فيه رقم فيزا، يقوم ببوابات الادمنستريتور، فرضا هو الاكستشينج ادمن هو احمد ده، يقول له ده فلان بعت كذا وكذا. طيب بعت له ريبورت كده، بعت له فيه كل التفاصيل، فلان بعت كذا لكذا، بعت الحاجة الفلانية لفلان بناء على الرول اللي انت عاملها، تمام، واسمح له يبعت عادي، بس يكون عندي علم ان هو بعت الداتا دي لفلان. طيب احنا هنشوف لما يعمل رول داتا لوس بروفنشن عبارة عن رولز. يعني لو جيت ابص هنا انا هقول له نيو، في كذا حاجة، في نيو دي ال بي. دي ال بي اختصار داتا لوس بريفنشن بوليسي فروم تمبلت. انا عندي تمبلتس جاهزة. لو انا جيت اقول له كده وريني، عندي تمبلتس جاهزة هنا ممكن اختار على اساسها البوليسي بتاعتي. يعني انا مثلا عايز اعمل بوليسي تمنع اي حد يبعت اي بي هات. يبعت اي بي هات دي مش معناها كلمة اي بي تكون في الميل، لا، اي بي يعني اي بي فعلا، يعني اي حد، اي مثلا 192.168.1.1، مش عايز اي ميل فيه اي بي زي ده يتبعت، تمام. فانا اجي هنا بلاقي عندي حاجات كتير. استراليا فاينانشال ديتا، عندي مثلا كندا فاينانشال ديتا، عندي رقم دي مثلا، هتلاقي هنا جيرماني، اسرائيل، هتلاقي حاجات كتير، سعودي ارابيا فاينانشال داتا، هتلاقي حاجات كتير جدا، تمام. اي حاجه من الحاجات دي حد يبعتها، دي حاجات جاهزه، دي تمبلتس جاهزه، تمام. اي حاجه من الحاجات دي حد يحاول يبعتها على اساس الرول اللي انت تعملها من البوليسي دي، لان دي بوليسي انت هتعمل منها رول تتطبق، تمام. طيب انا دلوقتي انا مش عايز تمبلت جاهزه، انا هعمل انا البوليسي بتاعتي، هعمل دي ال بي، هعمل كاستم دي ال بي بتاعتي، يعني همنع اي حد ان هو يبعت ايه اي بي هات، تمام. في ايرور هيظهر معانا انا عايزكم تشوفوه، انا قعدت سيرش فيه كتير، ما للاسف يعني ما قدرتش اوصل لحل. بس احنا هنطبق القصه دي في دومين تاني، الدنيا فيه شغاله تمام، تمام. طيب انا دلوقتي عملت كاستم دي ال بي، همنع اي حد يبعت اي اي بي، تمام. اي اي بي قلنا يعني مش كلمه اي بي لو موجوده تتمنع، لا، اي بي يعني اي بي زي ده مثلا، واحد واحد فرضا، يعني اي اي بي زي ده يتمنع، تمام. يعني هي مختلفه عن الرول اللي احنا عملناها هنا قبل كده، اللي هي بتاعت ايه، كلمة اي بي تكون موجودة فورورد، او كلمة باد، او كلمة مش عارف ايه موجودة فورورد، لا، اي بي هو بيديتكت ان ده اي بي. هنشوف بقى الحاجات كتير جدا اللي هو بيعمل لها ديتكشن، تمام. انا كده عندي على فكرة لما اعمل كاستم بوليسي هو كده، بس بديله اسم واعمل لها انيبل واقول له ايه، اعمل انفورسنج لل البوليسي دي، تمام. اقفل الكلام ده واجي بعد كده من اديت ابدا بقى ايه، احط الرول اللي انا عايزها ايه تطبق جوه البوليسي دي. اجي هنا من رولز، كبر كده، انت بقى عايز تعمل ايه، هتكريت نيو رول ولا هتعمل نوتيفيكيشن بس
للسندر لما يجي يبعت سنسيتيف داتا. كلمه سنسيتيف داتا هي كلمه السر عندي هنا في الدي ال بي او في الداتا لوس بريفنشن، لان هي اصلا معموله عشان كده. ولا هتبلوك اليوزر لما يجي يبعت سنسيتيف داتا، انا اقول له عايز اعمل رول فروم سكراتش. لما اجي هنا اعمل رول انا هسميها ايه، تيست مثلا. انت هتعمل ايه في الرول دي؟ انا هقول لما اليوزر دي بقى اللي انا عايزها، the message contains any of the sensitive information. ايه هنا لما اضغط عليها وسلكت كده جاب لي ايه دي، اضغط انا اد دي sensitive information اللي هو ايه بيعمل لها detection. تمام. طيب دي في حاله لو انا جيت هنا وقمت قايل له new rule create new rule. على فكره create new rule دي لو انا جيت هنا في الميل فلو في الرولز، شايفين دي لما كنا اتكلمنا عن الحاجات دي قلنا هي بري كونفيجرد رولز، بقول ايه جنريت ان انسيدنت ريبورت وان سنسيتيف انفورميشن از ديتكتد. هي دي بالظبط الحته دي، هي لو انا جيت انا قلت له اعمل لي رول وجيت اقول له تيست، هي دي بالظبط لو انت ايه في سنسيتيف انفورميشن. تمام. هو القصه كلها ان في سنسيتيف انفورميشن هتتبعت. الاختلاف في ايه في الحاجات دي كلها في الخمسه دول، ان انا بكتب حاجه كاستمايزد جدا او بنوتيفاي. يعني هو هي لو انا جبت على دي تقريبا هو نفس الكلام، بس هو جايب لي حاجه جاهزه زياده. يعني هو ايه مسميها لي اسم جاهز وقال لي مثلا ايه ان الرول هتطبق في حاله كذا. تمام. هي لو انا جبت دي ممكن احط كونديشن كذا مش اي حاجه مثلا، واقول له اد اوكي واعمل كذا، اعمل اي حاجه مثلا تقريبا ايه هو نفس الكلام، واد كونديشن هنا واد كونديشن واعمل كل حاجه. تمام. هيها لو انا جيت هنا قلت له ايه نوتيفاي السندر او بلوك مسج، نفس الكلام بالظبط، بس انا ايه بختلف بس في الحاجات الفيتشرز او في الحاجات يعني لو بحطها لي جاهزه هنا. تمام. طيب انا مثلا هقول له ايه، لا انا عايز ابلوك السندر او بلوك المسجز لما يديتكت سنسيتيف انفورميشن. كلمه سنسيتيف انفورميشن الاقيها موجوده هنا وهنا وهنا وهنا، بس اللي بيختلف ايه الاكشن. حتى لو جبت دي مثلا نفس الكلام برضه نفس الشكل تقريبا، يعني هو بيختلف بس زي ما قلنا في ايه في الحاجات اللي هو بيعملها لي جاهزه. تمام. انا هقول له مثلا انا هختار دي هبلوك المسجز لما تحتوي سنسيتيف انفورميشن. تمام. طيب دي رول عاديه خالص حضرتك هتطبقها امتى؟ بس قلنا الفرق ما بين الرول اللي بكريتها هنا والرول اللي بكريتها هنا ان هو هنا بيديتكت لوحده ان دي سنسيتيف انفورميشن. يعني لو جيت انا اقول له مثلا ايه هشيل دي مثلا مش عايز دي لوحده ايه لما قلت له بلوك المسج لما تكون دي سنسيتيف انفورميشن جاب لي دي على طول ايه ان الرول اللي اكيد هتطبق لما يكون في سنسيتيف انفورميشن، اللي هي ايه لو جيت انا اكليك على دي واد من هنا ادي السنسيتيف انفورميشن كل دي سويدن ناشونال اي دي سويدن باسبورت نمبر ارقام باسبورتات. جيت ابص هنا مثلا مش عارف ايه ارقام كل حاجه ارقام حسابات بنوك كريدت كارد نمبر. تمام. انا اقول له مثلا حضرتك انا عايزك تريتكت الاي بي ادريسز، لو في اي بي ادرس حضرتك اعمل له ديتكت، اعمل ديتكت الاي بي ادرس واعمل اللي فيه الاكشن الفلاني دو ذا فولوينج. هتعمل ايه دي بري كونفيجرد، هي جاهزه لما انا جيت هنا قلت له بلوك المسج وسنس انفورميشن جاب لي ايه الحاجات الجاهزه دي. تمام. انا مثلا هقول له ابعت ريبورت لاحمد اللي هو الاكونت بتاعي، ايه هتحط ايه في الريبورت؟ الريبورت ده هيتحط فيه داتا عن اللي باعت واللي مبعوت ليه كل حاجه، يعني السندر والريسيبينس اللي هو بعت لهم والسبجكت مكتوب ايه ومين اللي كان في السي سي ومين اللي كان في البي سي سي والسيفيريتي بتاعت الميل ده، لما اجي ابعت الميل لحد ممكن امارك الميل ده از امبورتنت. تمام. تظهر لي برده اي حاجه، انا اقول له مثلا ابعت لي ايميل فيه كل الحاجات دي فيه كل حاجه. تمام. طيب واعمل ايه كمان؟ بلوك المسج او لا ما تعملش بلوك المسج، انا هاجي هنا اقول له ايه نوتيفاي بس السندر واسمح ان هو ايه يسند. كويس كويس جدا.
هعمل اكشن كمان. لا يعني انت بس هتبعت ريبورت لاحمد بالحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، ونوتيفاي السندر بس ايه، اسمح ان هو يسند. تمام. طيب انا هنا واقول له سيف، يبقى الدي ال بي او داتا لوس بريفنشن هي اهميتها هي انها بتحمي الانفايرمنت بتاعتي من ان حد يبعت سنسيف انفورميشن لبره او لجوه. تمام. طيب انا بعد ما كريت البوليسي بقوم اعمل ايه، بقوم حاطط جواها رول. الرول دي انا بحط فيها الحاجات اللي انا عايزها، يعني بقول له كرييت نيو رول وحط فيها رولز، وحط فيها اكشنز زي ما انا عايز، او حاجات ايه يعني تقريبا هي نفس الحاجه بس ايه كاستمايز شويه، او يعني جاهزه شويه. تمام. طيب هم ايه الخمسه دول تقريبا ايه شبه بعض بالظبط. تمام. طيب بس هو بس يعني ايه دلع زياده مايكروسوفت، يعني ان هو بيجيب لك الحاجه دي جاهزه بدل ما تكتب الاكشن. لا ما تكتبش الاكشن جاهز، انما هنا انا بعمل ايه براحتي زي ما انا عايز يعني. طيب هنا ملخص الرول بتاعتي، لو المسج فيها الانفورميشن تايب اللي هي اي بي ادرس يعمل ايه، نوتيفاي السندر ان دي داتا مهمه، بس اسمح له ايه ان هو يسند، هيسند عادي. تمام. وبعت ريبورت لاحمد فيه كل الحاجات دي، الميل الاصلي والكونتنت والسندر والريسيبيانت والسبجكت والسي سي والبي سي سي كل حاجه. سيف دي انا عاملها كومبلاينس مانجمنت داتا لوس بريفنشن. لو جيت انا في الميل فلو دي انا ما كريتهاش، دي مش انا مكريتها، دي اتكريتت، دي الرول اللي جوه البوليسي اللي هنا. انا هنا بعمل بوليسي، يعني لو لاحظت لما كنت هنا وقلت له كاستم دي ال بي، انا قلت لكم ايه بديها نيم وبقول له انيبل وانفورس بس، وبعد كده بخش جوه من اديت من رولز اعمل رول، صح كده؟ الرول دي بتتعمل فين اصلا؟ الرول دي بتتحط هنا اصلا، الرول دي بتتحط هنا اصلا ليه؟ لان هي في الاول وفي الاخر زي ما كنت اجي هنا مثلا واقول له اعمل لي انسيدنت ريبورت، اعمل لي ريبورت ان في حادثه او في مشكله حصلت لما حد يبعت، لما ديتكتني فيه سنسيتيف انفورميشن. يعني تقريبا دي هي بالظبط ايه زي ما كنت جيت هنا وعملت بوليسي وحط جواها الرول اللي انا كريتها من هنا. فلما انا عملت بوليسي هنا دخلت جواها وعملت رول، الرول اتكريتت فين؟ هنا في الرولز. حلو كده. طيب انا هاجي هنا على اليمين هنا ملخص الرول اللي احنا شفناه كل القصص دي، المشكله بقى اللي انا قلت لكم عليها اللي هي ممكن تخلي الموضوع ده ما يشتغلش اصلا. طب خلينا نقول ايه نتيست القصه دي. تمام. انا هاجي هنا، اجي هنا عند رشا ريفرش كده بحيث ان في حاجه جديده، يعني واقول له مثلا ايه نيو، ابعت نيو ميل لعمر مثلا واشوف هل في ريبورت هيوصل لاحمد ولا لا. مش عند احمد برضو، هاجي هنا اقول مثلا ايه انا بعت من رشا لعمر تست بس ميل، ومش هكتب كلمه اي بي، مش هكتب كلمه اي بي. تمام. واقوم ايه شيل الكلام ده، واقوم كاتب مثلا ايه اي ارقام مثلا، مثلا كده مثلا اي حاجه مثلا، الرقم ده انا استخدمته كذا مره. تمام. تست ذيس ميل، انا اقوم بعت كده لعمر سند درافتس في سنت ميل، انا هطلع كده من عند رش ساين اوت وادخل بعمر، المفروض ان هو هيروح لعمر، والمفروض ان انا استنى عند احمد هنا يجي لي ايه انسيدنت ريبورت. تمام. انا رحت عمر، هي طبعا الميل جاله عادي خالص اهو، ده انا لسه بعته دلوقتي اهو نفس الوقت 12 و11، 12 و11 نفس الوقت. طيب عند احمد ريفرش فيش، ريفرش تاني فيش برضه كمان. طب نيجي هنا في الاكستشينج نفسه، الماشين بتاعت الاكستشينج هنا، بص على الكيو بتاعنا، فين الكيو؟ اتكلمنا عنه قبل كده، يكون فيه المسجز بتاعتي لو بيحصل بروسيسنج او في مشكله في السند والريسيف، المسجز بتكون واقفه في الكيو. على فكره الكيو بتاع الاكستشينج بيكون يعني بآخره 24 ساعة، المسج ممكن تفضل فيه 24 ساعة. نرفرش كده،
سيمي ريفرش ان بروجرس كومبليتد، لسه بيلود، بس هو واضح ان مفيش ايه مسجز، يعني مفيش مسج واقف في كيو او ريبورت واقف في كيو عشان يجي لحم. انا قايل له ابعت لحم اهو، مع ذلك مبعتش حاجه لحم، والميل اتبعت عادل عمر. تمام. طيب انا هاجي هنا من عمر تاني واقوم باعت ميل لرشا تست 2 مثلا، واقوم ايه باعت نفس الرقم ده اي حاجه تست برضه. انا تلاحظين ان مفيش اي حاجه، يعني المفروض يظهر نوتيفيكيشن هنا صح؟ يعني مفيش نوتيفيكيشن بتظهر، لان اقول له اعمل نوتيفيكيشن، اعمل نوتيفاي. يعني حتى لو جيت هنا وقمت قافل ده وقمت داخل من الاوتلوك فتح الاكونت بتاع عمر من على الاوتلوك، الاقي نفس القصه مفيش نوتيفيكيشن اتعملت. افتح كده من عند عمر واحاول ابعت ميل لرشا، اجي هنا واقول له ابعت لي نيو ميل، ابعت نيو ميل لرشا مثلا ده كده 1/15 أو 1/12، مفيش نوتيفيكيشن برضو. المفروض نوتيفيكيشن تظهر لي هنا بوليسي تاب، اسمها بوليسي تاب تي اي بي، بوليسي تاب تظهر هنا. اجي ابعت نفس القصة برضه، هبعت لرشا عادي خالص. هي بص هنا دي ده عمر، هبعت لما اروح عند رشا هتلاقيه بعت. اجي سند برضه من عند عمر هلاقيه برضه هيوصل لرشا عادي. تمام. لو جيت هنا اعمل ساين اوت وارجع لرشا تاني، طب ايه المشكلة؟ عشان ما نطولش بس في القصة دي، يعني ايه المشكلة؟ وصل اهو. ايه المشكلة بقى؟ انا عندي هنا حاجة اسمها ايه؟ view the incident management mailbox. انا قايل له هنا ابعت لي incident report لاحمد. تمام. طيب الانسيدنت ريبورت ده اللي بيجي بعده اللي هو احمد ده بيسميه الانسيدنت مانجمنت ميل بوكس. ده الميل بوكس اللي بيمانج الانسيدنت اللي حصلت، الانسيدنت اللي دي ال بي عملت لها ديتكت، فبسميه الانسيدنت مانجمنت ميل بوكس. ده مش ميل بوكس الاكسشينج ميكانيته وهو بيتسطب، لا ده هو اسم الميل بوكس اللي انا اخترته بايدي عشان يتلقى ايه الريبورت بتاع الانسيدنت دي. تمام. يعني لو غيرت احمد ده ده هيشاور على الادمنستريتور مثلا، او هيشاور على رشا، او هيشاور على عمر اللي انا اخترته. لو انا جيت افتح ده كده ضغطت عليه، جيت انا ضغطت على ده، تمام، اد الاوتلوك. مشكله صح؟ المشكله دي وانا بتست طبعا جيت ريفرش، هو المفروض يفتح لي، المفروض لما نشوفها دلوقتي في دومين شغال يعني ما فيهوش المشكله دي، المفروض يفتح لي الميل بوكس بتاع احمد بس مش بالشكل ده. يعني المفروض يفتح الميل بوكس بتاع احمد اللي هو ده بس مش بالشكل العادي بتاعنا ده. تمام. يقول له المفروض يعني لما اجي اقول له فيو الانسيدنت مانجمنت ميل بوكس اضغط عليه كده يفتح لي الميل بوكس بتاع احمد بطريقه بشكل احنا هنشوفه ايه دلوقتي في دومين تاني. تمام. طيب فدلوقتي دي مشكله حصلت يعني معايا وانا قعدت سيرش فيها، فللاسف انا ما وصلتش لحل فيها، بس يعني ان شاء الله هكمل سيرش فيها لحد ايه ما اعرف الروت كوز بتاعها وارجع لكم بيه مشيت الله يعني. تمام. طيب انا هاجي في دومين تاني ما فيهوش المشكله دي ونعمل دي ال بي بسرعه. هاجي هنا واعمل بلاينس مانجمنت ديدلوس بروفنشن، اعمل دي ال بي سريع كده كاستم دي ال بي اسميها اي بي برضو، واقول له اعمل لي انفورسنج ما تعملش تيست بيها، واجي هنا اقول له سيف اديت. انا عاملها بسرعه عشان احنا عملناها اد رولز، هات لي بلوك شيل الكلام ده. السنسيتيف داتا هي عباره عن، انا اسف لو كنت بتكلم بسرعه اعذروني، ادي اوكي اعمل ايه، اعمل كذا، ابعت لأحمد مسج فيها كل الكلام ده وبلوك المسج، لا اعمل له نوتيفيكيشن عشان عايزين نشوفها بس كده، سيب الكلام ده، سيب الكلام ده.
نفس الكلام، انا عملت بوليسي عشان تديتكت السنسيف داتا اللي نوعها اي بي، جيت هنا في الميل فلو في رولز هلاقي مين دي ال بي رول. تمام، لو ملاحظين لو انا كنت جيت هنا في الكومبلاينس مانجمنت وانا بكريت البوليسي في الرولز وقلت له اعمل لي نيو رول، انا جيت انا اخترت دي، لو جيت اقول له كرييت نيو رول هو مسمي دي ايه؟ دي ال بي رول، انا ما سميتهاش الاسم ده، ما سميتش الرول بتاعت الاسم ده، هو اللي اختاره باي ديفولت دي ال بي رول، دي الرول بتاعت دي ال بي اللي دي البوليسي بتاعت دي ال بي مكريتها. تمام، لو انا كنت جيت انا قلت له كرييت نيو رول وسميتها مثلا تيست، كان الاسم اللي ظهر لي هنا في الميل فلو في الرولز هو تيست. تمام، كويس قوي. طيب انا هاجي هنا، انا كده ايه الرول بتاعتي اهي، لما يكون في سنسيف انفورميشن نوعها اي بي ادرس يعمل ايه نوتيفاي السندر وبس، اسمح ان هو يسند ويبعت انستنت انفورميشن ريبورت لاحمد. هنا بقى ايه، شوف كده وارن انستنت مانجمنت ميل بوكس شغال ولا لا، اللي انا كنت عايزكم تشوفوه بقى. شايفين حتى اليو ار ال مختلف عن لما كنت باجي هنا واقول له وريني، هنا عندي ايرور هقفل كده، هنا الكونكشن بتاع الانترنت فصل، هي دي مش مشكله في الميل بوكس، هو النت بس فصل. فريش تاني كده، هنحاول هنا من على ميل بوكس، من على الدومين ده، من على ميل بوكس تاني نسند ايميل فيه يوزر نيم فيه اي بي ونشوف هيوصل ولا لا. هو طبعا هيوصل لان قال له ان هو هيوصل، فاهم حاجه نشوف الانستنت ريبورت هيوصل لاحمد ولا لا. انا هبوظ بس كده لحد ما اشوف القصه بتاعت النت دي. ده بقى ايه، ده المنظر اللي انت عايزك تشوفوه، ده الانستنت مانجمنت ميل بوكس، ده الميل بوكس اللي انا قايل له لما يحصل مشكله ابعت له الانسيدنت ريبورت. تمام، كرر تاني، ده مش ميل بوكس، الاكستشينج بينزله وهو بيسطب، يعني هو مش ام سوري مش زي دول، لو جيت انا في يوزرز مش زي دول، الاكستشينج منزل الحاجات دي وهو بيسطب. تمام، ده انا اللي بختاره، ده بقى المنظر اللي كنت عايزكم ايه تشوفوه. تمام، طيب هنتست بقى في الدومين ده، نبعت ميل من شخص لشخص جوه الدومين ده ونشوف هيوصل ولا ايه ولا لا، واهم حاجه اشوف الانسيدنت ريبورت شكله عامل ازاي. حلو كده، طيب انا هفتح ميل بوكس بتاع شخص يعني واخليه يبعت لنفسه فرضا يعني، واختار شخص لينكد مش يوزر عادي، اختار شخص لينكد على دومين تاني. تمام، شوف ايه الريبورت بتاعنا هيبقى عامل ازاي. بص بس كده لحد ما يخلص، ادي الميل بوكس، لا مش ده سوري، نقفل ده. ده مثلا الراجل ده لينكد ميل بوكس، نيجي هنا بقول انا عايزك تبعت لي ميل يعني لنفسك يعني كده مثلا، اي حاجة ابعت كده، ما كتبتش كلمة ميل لا هنا ولا هنا في السبجكت ولا في البادي. المفروض يعني نجي هنا عند احمد، انا هقفل ده خلاص مش عايزه، ولا انسيدنت ميل بوكس، هاجي هنا وفاتح اتش تي بي اس ده على هو، بس علق شويه بس هيفك يعني ان شاء الله، وانتظر بقى عند احمد هنا يجي لي مين الانسيدنت ميل بوكس. تمام، هو البطء ده عشان النت مش عشان، بس البطء ده مش عشان النت، ده عشان اجهز نفسه تقيل يعني. نستنى الاخ ده لما يلود، ماشي هبوز تاني لحد ما يخلص.
ادي الايميل الانستنت ريبورت اللي اتبعت عشان واحد بعت الاي بي ده. تمام، احنا هنا جينا من الرايل ده اللي هو لينكد اصلا سنت ايتمز، هو بعت مره بعت ده ومره بعت ده، هو بعتهم لنفسه وصلوا الاثنين عادي ليه زي ما انا قايل في البوليسي. وجيت هنا عندي في الانبوكس لقيته بعت لي ايه، اتنين ريبورت، ريبورت ان هو بعت ده، وفي الريبورت فيه كل حاجه، فلان بعت لفلان والسيفيريتي وبراي مش عارف الداتا كلاسيفيكيشن اي بي ادرس ده اللي انا محدده في البوليسي، اي بي اللي هو تلاقيه كذا مش عارف، تلاقيه جوه البادي بتاع الرسالة تلاقي فيها كذا كل حاجة. تمام، الرسالة دي كان فيها كذا. تمام، ده الانستنت ريبورت اللي طلع بناء على البوليسي اللي انا عملتها ايه هنا في الدي ال بي داتا لوس بريفنشن. تمام، طيب كويس. انا كنت في الرول هنا في الميل فلو في الرولز قايل له ايه يونيتيفاي، قايل له نوتيفاي السندر. طيب انا هاجي هنا تاني واقوم جاي هنا عند الرايل ده تاني هنا واقول له بعت ايميل لنفسك برضو، واقول له برضو 192.168.116 مثلا. انا جيت ابص هنا كده انا عايز بس الحتة بتاعت ال policy tip تظهر معايا. مش راضي تظهر فورد بلست بوليسي تيب تي اي بي تظهر لي هنا ان ده في سنسيتيف داتا، بس هي في العادي مش هتظهر لي الا لو انا هو انا حتى لي ساعات حاجة بتحصل كده اجي ابعت يقول لك ايه دي مش حاجة مش allowed عشان البوليسي عندك في الاورجنايزيشن. جاي هنا مثلا نقفل الكلام ده، نيو ميل بوكس بعت تاني لفلان يبعت له الكلام ده سند كده. نفس القصة هتبعت لنفسه عادي، وهيجي هنا ايه لأحمد لما الدنيا تقوم يعني، هيجي لأحمد instant report ان فلان بعت كذا. المشاكل اللي بتحصل في environment زي بتاعتي دي لما نجيت هنا في الميل فلو دي واحدة تانية خالص، وقلت له ورني انسنت الانسدنت ميل بوكس جاب لي مشكلة وكده. انا يعني الحاجة دي مشفتهاش الا في اكستنشن 2016. تمام، يعني انا في اكستنشن 2016 لقيت فيه حاجة زي دي، والعلم هي قبل كده سمعت معايا يعني. شوف الريبورت ده incident report اتعمل عادي خالص وبعتلي فيه الداتا، ده في الانفيرومنت بتاعتي غير الانفيرومنت دي. تمام، incident report عادي خالص سليم 100%. ان عمر كان بعت لنفسه على فكرة، ده مش شرط، ام سوري احمد بعت لعمر السيفيريتي نوعها كذا وكل الداتا اللي انا عايزها. احمد اللي هو الادمنستريتور اللي هو الاورجنايزيشن في الاورجنايزيشن مانجمنت بتاعت الاكستشينج بعت لعمر هو بس عشان في الاي في اي بي. تمام، فمسك الاي مسك الميل ده وقام بعت لي ايه انستنت ريبورت. فهي مشكله ساعات ممكن دي ال بي تسمع وتشتغل وساعات لا. يعني هي المشكله اللي انا شفتها قوي في اكستشينج 2016، لكن يعني احاول يعني باذن الله اسيرش في القصة دي وشوف يعني الموضوع ده سبب ايه. بس يعني لحد كده لحد ما سيرش تاني في الموضوع ده بإذن الله. أتمنى بس الناس تكون استفادت من الحتة بتاعة ال DLP Data Loss Prevention. هي حاجة يعني أنا شايف إن هي مفيدة جدا، بالذات إن هي لما أجي هنا
في الرول وعايز يضيف سنسيتيف انفورميشن من هنا، الاقي حاجات كتير جدا، كريدت كارد نمبرز، اي بي ادريسز، ناشونال اي دي كارد اللي هو زي البطاقه، باسبور، حاجات كتيره جدا يعني. تمام، في حاجه كويسه ومفيده جدا يعني. تمام، الناس بقى تقعد تلعب فيها، تقعد تلعب في القصه دي زي ما انت عايز يعني. ممكن هنا في الحته دي بالمره يعني مانج بوليسي تيبس، لو انا جيت هنا قلت لي وقلت له انا كنت اعمل دي قبل كده، بس انا ممكن اعمل بوليسي تيب تظهر اليوزر لما يجي يبعت. تمام، تظهر اليوزر لما يجي يبعت. انا همسح دي مثلا، في بوليسي تيب انا عاملها عندي في الانفايرمنت بتاعتي اللي هي للاسف الموضوع ده مش شغال معاها. البوليسي تيب فاكرين وانا هنا لما قلت له الاكشن اللي هيحصل انك هتنوتيفاي السندر، شايفين الحته دي؟ هجيبها لكم بس هنا، او بلاش نجيبها من هنا، نجيبها من كومبلاينس مانجمنت هنا، هنا رولز اديت. في الحته دي هتنوتيفاي السندر، شايفين دول خمس حاجات دول؟ لو انا جيت هنا في البوليسي تيب انت هتعمل ايه؟ البوليسي تيب دي هتظهر في حاله ايه؟ لما تقول لي انوتيفاي السندر اللي هي دي، ولا هتظهر في حاله لما اعمل بلوك. تمام، يعني انا البوليسي تيب دي بظبطها يعني، مثلا قلت نوتيفاي، خلينا ايه نعملها هنا على الانفايرمنت دي عشان بس نفسي ما تلخبطش. انا هقفل كل ده، هقفل كل ده. انا عايز تب كلمه كده تظهر اليوزر تقول له حضرتك مش مسموح لك بس ممكن تبعت. تمام، فاقول له مانج بوليسي تيبس، امسح الكلام ده خلاص، واقول له ضيف لي بوليسي تيب. البوليسي تيب دي انت عايزها تظهر امتى؟ لما تكون قايل نوتيفاي ولا الاو تو سند ولا بلوك المسج؟ لا، انا هقول له حاله لما انا لما اكون قايل ان نوتيفاي بس اليوزر. ليه؟ لان انا هنا قايل له ايه حضرتك في الرول بتاعتي دي، انا قايل له هنا نوتيفاي السندر. تمام، لو انا قايل له بلوك ممكن ايه، ممكن اختار هنا ايه في حاله بلوك. لو انا قايل له نوتيفاي اللغه ايه، لغه انجلش تكست مثلا، are not allowed مثلا to send مثلا اي حاجه، اقول له سيف. واجي هنا من customize policy tips، اتاكد ان هي نزلت هنا عشان هي تكون يعني associated بالبوليسي بتاعتي دي. تمام، طيب هاجي هنا تاني، انا هكلوز الكلام ده، انا هاجي هنا تاني عند نفس الرايل ده، وميل نيو، ابعت برضو لنفسك تيست تيب تمانية اي حاجة، 15 12 مثلا اي حاجة، شوف الحتة بتاعت بوليسي تيب لسه ما ظهرش برضه اليوزر. طيب اقفل ده كده، هنا تاني اي مثلا عند احمد، يوميل احمد، اقول له بعت لفلان ده، اقول له اعمل كده اي حاجة كده. حتى برضو بتاعت البوليسي تيب لسه ما ظهرش يعني، بتاخد شوية وقت برضو تظهر يعني، بس هي بيظهر هنا يعني كلمة بوليسي تيب وبعدها ايه كلام كده ان انت ايه مش allowed انت تسند. تمام،
ديت بالنسبة للحتة بتاعت البوليسي. أتمنى الناس تكون استفادت يعني من الفيديو بتاع الـ DLP، حاجة مفيدة جدا، وإن شاء الله ناس كتير في الـ Real Environment بتاعتها تستخدمها. وتاني المشكلة اللي حصلت معايا هنا أحاول أنا أسيرش فيها تاني، وإذا وصلت لحل إن شاء الله أعمل فيديو تاني أتكلم فيه عن النقطة دي. أشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل بس يا شباب حتى بسيطة على الحتة بتاعة الـ Compliance Management، اللي هي الحتة اللي احنا قلناها بتاعة ايه الـ Policy Tips. هي بس المشكلة اللي حصلت معايا ان النت يعني فصل، معرفش اكمل الحتة دي. انا هاجي انا من عند احمد، هبعت ميل عادي جدا لاحمد وهبعت لوائل الصاوي ده، وهاجي انا مثلا اقول له ايه تيست. هنا مفيش تيب ظهر لحد، فانا هاجي مثلا اكتب 192 168 115 مثلا. هي بتاخد شوية وقت على حسب مثلا النت، انا مثلا متصل على النت، فالنت عندي ظروفه صعبة شوية. فبس لو الدنيا سريعة هتلاقي اول ما تكتب الـ IP هتلاقي الـ Policy Tab اللي انت عاملها ظاهرة معاك على طول. تمام، وانا عملت لها تيست كذا مرة قبل ما اسجل الحتة دي، بس انا حبيت اعمل فيديو من الاول عشان اشوف هو بتظهر. فانا هبوظ بس كده شوية حد ايه منتظر. هلا يا شباب، انا ما عملتش اي حاجه زياده، ما عملتش اي حاجه. تمام، هي دي البوليسي تيب ظهرت معانا اهي. يو ار نوت الاود تو سند، طبعا دي انا كاتبها ان هو هيسمح له ان هو يسند، لان انا قايل كده في البوليسي يعني، بس انا في التيب قايل له كده يو ار نوت الاود تو سند. تمام، دي الحته بتاعه البوليسي تيب. احنا قلنا هي بتاخد شويه وقت، بس انا على حسب النت عندي فعلا تقيل يعني. فدي كنت بس حابكم تشوفوها زيادة بس عن الحتة بتاعت الفيديو اللي فات. أشكركم، أشكركم، السلام عليكم، أشكركم.